عليكم متابعين قناة سامي الفلوغ. في هذه الحلقة غادي نحاول نقربكم من الفايكين، الأدواء تاعهم والحياة تاعهم كي كانت. الفايكين أو النورمان اشتهروا الفايكين ببراعتهم في الملاحة، واستطاعوا في بعض المئات السنين من السيطرة واستعمار سواحل أوروبا بأنهارها وجزرها. والمعلومات المتوفرة على الفايكين تتعود للفترة اللي اعتنقوا فيها المسيحية، أما ما بعد المسيحية مازال غير معروفة بشكل كبير. الجوتة للطفلة من الفايكين كانت أميرة تعثر عليها في هذه المدينة، مدينة يالين. وكما تبان لكم طريقة تحنيط الفايكين، يعني هذه الجوتة اللي أمامي الآن العمر تاعها أكثر من 2000 سنة. في المناخ القاسي الاسكندنافي عاش السكان المتفرقو الفايكين بشكل كبير على الزراعة، صيد السمك والتجارة البحرية. وكان دين الفايكين قبل المسيحية تشبه لدين القبائل الألمانية، حيث قدسوا عدد كبير من آلهة، وكانوا تعتقدوا أنهم إذا ماتوا بشكل بطولي غادي يسكنوا مع آلهة أودين في الفالهالا اللي هو قصر في عالم الآلهة. واللي تكتشف من خزائن الفايكين في هذا العصر هو نسبة قليلة من خزائن الفايكين المعروفة، وهذا ترجع إلى حنكة ومكر نورمان في تخزين الخزائن. Thank you.
Thank you.